أهلا بكم مشاهدينا. بيهتم كتير من الناس في الفترة الحالية بمتابعة أسعار الدولار والذهب، لذلك بنكون حريصين على موافاة حضراتكم بكل التفاصيل الخاصة بهم. وفي تغطيتنا دلوقتي هنستعرض لحضراتكم تفاصيل أسعارهم محليا وعالميا، ونبدأ بأسعار الدولار محليا والتي شهدت استقرارا في البنوك اليوم بتزامن مع سادس أيام شهر رمضان. وقد أعلن البنك المركزي المصري في تقرير سابق له ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير الماضي بمعدل 128 مليون دولار على أساس شهري، حيث زاد الاحتياطي ووصل إلى 34 مليار و352 مليون دولار بعد أن كان 34 مليار و224 مليون دولار في مطلع العام الجاري. ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من حاصلات الصادرات المصرية وعوائد قناة السويس والقطاع السياحي، بالإضافة إلى الاحتياطي الذهبي وأيضاً العملات الأجنبية. وتكلف القيادة السياسية البنك المركزي المصري بالعمل المتواصل على دعم الاحتياطي النقدي لمصر بما يساعد على مواجهة أي احتياجات للاقتصاد القومي والمواطنين في الظروف الطارئة. وتوقعت وكالة فيتش تصنيف الائتماني تعافي الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بحلول نهاية عام 2023 إلى حوالي 30 جنيه، فيما توقعت تقارير أخرى هبوط الدولار مقابل الجنيه إلى 26 جنيه. وبالنسبة لأسعار الدولار في البنوك اليوم، فسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30 جنيه و83 قرش للشراء و30 جنيه و93 قرش للبيع. وسجل سعر الدولار في أكبر بنكين محليين هما الأهلي ومصر 30 جنيه و75 قرش للشراء و30 جنيه و85 قرش للبيع. أما عالميا فقد انخفض الدولار اليوم الثاني على التوالي أمام العملات الرئيسية، إذ أدى انحسار المخاوف من حدوث أزمة مصرفية شاملة لتراجع الطلب على الأصول الآمنة، حيث هبط مؤشر الدولار 2.1% مما يجعل المعدن أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، وذلك تأثرا بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الذي صدر الأربعاء الماضي برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.75% و5%، مما أحدث موجة ارتباك في الأسواق العالمية وردود فعل واسعة في أسواق الذهب والأسهم والعملات بتزامن مع انتهاج بنوك مركزية أخرى في العالم نفس السياسة. ونذهب لأسعار الذهب على المستوى المحلي والتي هبطت مجدداً، حيث شهد سعر الجنيه الذهب تراجعاً بقيمة 240 جنيه، حيث سجل الجنيه عيار 24 اليوم 16560 جنيه بعدما سجل قبل أيام قليلة 16800 جنيه. وقد قال هاني ميلاد رئيس شعبة ذهب اتحاد الغرف التجارية أن هناك ثلاث عوامل أساسية تتحكم في سعر الذهب، وهي سعره في البورصة العالمية وحجم العرض والطلب وسعر الدولار، وأي تغير في عامل واحد من هذه العوامل يؤثر على سعر الذهب. ونصح المواطنين قائلا أن الذهب استثمار جيد وأي شخص اشترى ينتظر مهلة عليه وبكل تأكيد سيكون استثمار ناجح. وعن أسعار الذهب في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث، مع العلم أنه يتغير على مدار اليوم وفقا لآلية العرض والطلب فهو كالتالي: سجل سعر جرام الذهب عيار 24,366 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21,070 جنيه، وسجل سعر الجرام عيار 18,774، وسجل الجرام عيار 14,380 جنيه، بينما بلغ سعر الجنيه عيار 24,16560 جنيه، وبلغ سعر الأوقية عيار 24,960 دولار. وبتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، وبيتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و 65 جنيه باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة
ومن محافظة إلى محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر. أما عالميا فشهدت أسعار الذهب هبوطا بشكل ملحوظ، إذ تراجع سعر الأوقية وسجلت 1960 دولار بعد 1991 دولار السبت الماضي و2009 دولار للأوقية الاثنين 22 مارس. أعزائنا المشاهدين، بكده تكون انتهت تغطيتنا، منتظرين حضراتكم في التعليقات تشاركونا بتوقعاتكم لأسعار الذهب والدولار خلال الفترة المقبلة. نشكر حضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.